لاحظوا أنه سيقوم بتوليد هذه الصورة وإنشائها من الصفر. هاي الصورة، لاحظوا 3 ثواني أو 4 ثواني. مرحبا أصدقائي، هذا بلال يحييكم. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نشرح برنامج أو تطبيق بيو أو باو بالإنجليزية، وهو تطبيق مساعد للذكاء الاصطناعي. هذا التطبيق يعني هو تطبيق مهم خصوصا للجيل الحالي، فكما تعلمون أن جميع المجالات التقنية الآن أصبحت تعتمد أو تدعم الذكاء الاصطناعي. فتطبيق باو أو بيو كيف نستخدمه نحن في حياتنا اليومية؟ أولا يمكننا طرح عدد من الأسئلة في مختلف المجالات وسيجيبك بشكل دقيق، حتى المجالات التقنية. مثلا أنا أستخدمه في شروحات الحاسوب، مثلا عندما يسألني شخص وأكون غير متأكد من الإجابة أقوم بطرح السؤال على الذكاء الاصطناعي باو ويقوم بالمراحل من خطوة بخطوة. مثلا في كتابة السكريبت عدد من صناع المحتوى يعتمدون على هذا التطبيق أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى لكتابة السكريبت والوصف والكلمات المفتاحية. هذا التطبيق أصلا يدعم تطبيقات أخرى أو للذكاء الاصطناعي، روبوتات مطورة لتوليد الصور أو للمقالات أو للبحث على الانترنت أو لقراءة الكتب. يعني تطبيق صغير الحجم لكن كبير المردودية والمفعول. سوف نقوم بالدخول إلى هذا التطبيق وسنجربه معا، تابعوا الفيديو. هذه هي واجهة التطبيق أصدقائي، سوف نضغط عليها. بداية بيو يستخدم عدد من الروبوتات المساعدة، يمكنك استخدام شات جي بي تي النسخة الأخيرة، النسخة الرابعة منه. سوف ندخل إلى هنا ثم إكسبلور ثم يعطينا هذه هي الروبوتات التي يمكنك استخدامها بصفة محدودة وبصفة يعني مفتوحة كما تشاء. هناك بعض الروبوتات، مثلا هناك الويب سيرش مفتوح، هناك شات جي بي تي الرابع، النسخة الرابعة أو المطور، وهو أكسي ليميتي يعني دخول محدود. هناك برامج، هناك عدد من الروبوتات الأخرى كل لها استخدامات متعددة. هنا شات جي بي تي النسخة القديمة مفتوح كليا، يمكنك استخدامه كما تشاء. هذه هي الروبوتات المطورة الأخرى ولكل واحد منها اختصاص آخر. سوف ندخل إلى مميزات هذا الروبوت البيو، سوف ندخل إلى هنا محادثة جديدة، سوف أسأله أي سؤال. مثلا متى ولد إينشتاين؟ إينشتاين، سترون سيعطيني مثلا الجواب بالدقيق. إن أردت مزيد من التفاصيل سوف أكمل المحادثة. مثلا حياته سيعطيني ألبرت إينشتاين هو كان فيزيائي ألماني، سيعطيك عدد من المسائل. سوف أقوم بإيقاف إذا لم أكن أريد تتمة. سوف أسأله سؤال مثلا تقني آخر، كيف تقوم بفورمات مثلا الحاسوب، بفورمات للحاسوب. سوف يعطيني معلومات دقيقة، لاحظوا معي، يعطيك في البداية يعطيك التنبيه، ثم ستقوم بإعداد وسيلة تثبيت نظام خارجي. يعطيك يعني بالأسئلة خطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة. لهذا أقول لكم هذا برنامج يعني رائع وسهل، يساعدك في جميع مناحي الحياة. سأسأله سؤالا آخرا بعيدا عن 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 عن, عن, عن هذا. مثلا أريد 10 عناوين على اليوتيوب الأكثر جذبا للمشاهدة على اليوتيوب ليتحدث عن الحاسوب مثلا. لاحظوا معي، سوف يعطيني العناوين العشرة وأنا سأختار منهم مثلا أو سأقوم بالمزج بين هذه العناوين. لاحظوا كيف 3 أسئلة مختلفة تماما. مثلا أفضل أجهزة الكمبيوتر للألعاب في العام، دليل مبتدئين، طرق تعزيز أداء الجهاز الكمبيوتر الخاص بك، تعلم الأمن السيبراني، كيف تختار جهاز الكمبيوتر. هناك استعمال آخر مثلا كالترجمة، يعتبر يعني برامج الذكاء الاصطناعي مهمة جدا في الترجمة، فهي تقوم بترجمة المعنى عكس برامج الترجمة الأخرى التي تقوم بإعطائك ترجمة حرفية. مثلا هذا سوف أقوم بأقول له ترجمة إلى الإنجليزية، سوف يقوم بترجمة هذا النص أو هذا الوصف إلى الإنجليزية.
لاحظوا أنه قام بالترجمة، وهذه الترجمة هي ترجمة للمعنى، ترجمة رائعة. الآن سوف نذهب إلى اختصاص آخر من الاختصاصات، سوف نذهب إلى برنامج لتوليد الصور، مثلا هذا البرنامج فوتو كرياتور. الآن سوف أكتب أي صورة أنا أريدها، مثلا مكتبة، مكتب. لاحظوا أنه سوف يقوم بتوليد الصورة في ثواني، لاحظوا ثانية ثانيتين. الآن يتم، إذا لم تعجبني هذه الصورة أقوم بالنقر على هذا السهم ويقوم بتغيير أو باستنساخ صورة أخرى، سيقوم بإرسال صورة أخرى. لاحظوا هذا، سأقوم بتغيير مثلا سأكتب سحاب عملاق، سحابة أو سحابة كبيرة، مثلا سحابة كبيرة فوق منزل، فوق منزل ريفي. لاحظوا أنه سيقوم بتوليد هذه الصورة وإنشائها من الصفر. هاي الصورة، لاحظوا 3 ثواني أو 4 ثواني. لاحظوا هذه الصورة، إن لم تعجبني سأقوم بتغيير أو أطلب منه صورة أخرى. لاحظوا أنه سوف يقوم بإنشاء صورة أخرى كما ترون، 3 ثواني. هذه الصورة إن أعجبتني أضغط عليها وأقوم بتسجيل أونجستخي ليماج، سأقوم بتسجيلها حتى تبقى عندي في الهاتف. صراحة برنامج رائع وتطبيق مميز، إضافة إلى أن مساحته صغيرة جدا، 4.5 ميجا بايت، وهو موجود على بلاي ستور والأندرويد، على بلاي ستور بالنسبة للأندرويد، وعلى أجهزة الآيفون كما له نسخة على الحاسوب. وأتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، في فيديو آخر إن شاء الله. إن أعجبكم المحتوى فلا تنسونا بالاشتراك واللايك، إن كان لديكم أسئلة فأنا أتوقع أو أنتظر أسئلتكم في فيديو آخر. هذا بالله يحييكم، في فيديو آخر إن شاء الله، مع تحياتي لكم.